السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة اسلام خليفة على اليوتيوب. اليوم هنتكلم مع بعض عن الميزة الجديدة اللي أضافها تطبيق الواتساب، وهي خاصية تسريع الصوت أو الريكورد اللي أنت بتسجله. يعني لو في حد بعت لك ريكورد طويل وعايز تسمعه بسرعة، فأنت ممكن الخاصية دي تلاقيها شغالة معاك في التحديث الجديد لتطبيق الواتساب. التحديث نزل على تطبيق على الآيفون أو الواتساب على الآيفون، وكمان لسه نازل على الاندرويد. خلينا نخش ونجرب الطريقه دي. اول حاجه هتخش على تطبيق الواتساب، وبعد كده تفتح اي محادثه. في مجرد ما تلاقي محادثه هيظهر لك الحاجه اللي ظاهره دي، اللي هي السرعه، التحكم في السرعه زي ما احنا شايفين. كل عليك انك بتدوس على تشغيل الريكورد. ريكورد 10 ثواني 3، هنرجع كده وندوس على تسريع 1.5 او 2، وبعد كده ندوس تشغيل. ريكورد 10 ثواني 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما احنا شايفين تقدر تتحكم في 3 مستويات لسرعة الريكورد. ده كده يكون فيديو النهاردة، واتكلمنا فيه على الميزة الجديدة في تطبيق الواتساب. لو دي أول مرة بتشوفنا، متنساش تنزل تحت دوس على زر الاشتراك وتفعل الجرس. نشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.